نفتح اللحم تاعي اوكي دوك كنا درنا الزيت اي ماتيغ غراس حبيتي، حطي لها بصل قليه، حطي الطوماطيش ولا الطوماطيس، حطي الفلفل احمر مقطع كلشي مقطع، حطي ثوم داكا، نحط درك اللحم قليتهم مع بعض، نحط درك اللحم. مرات الطوماطيش يكون خاصها الماء، معليش ما فيها باس، راح نضيفوا لها شويه تاع الماء. كي تكون جوتوز تا با بوزوان تزيديش، ولا انت موالفه هذيك الطوماط كونسونطري ممكن تضيفي شويه، يعني الوصفه الاصليه ما فيهاش، لكن عادي عبالي بلي حنا نموت ولا لا. طوماطيش مصبره فوالا، هنايا نضيف اللوبيا تاعي اللي راها طايبه، يعني ما تحتاج تياب بزاف. فوالو نخلطها، نضيف شويه ذره مايس فوالا، ندير الحار. انا عندي هما عندهم الشيلي، انا راح ناخذ الحار اللي عندنا هذا، ندير زوج، تبغي ديري ثلاثه ربعه على حساب كيما تحبي. هنا راح نتبل، راح نملح ملح فوالا، فلفل كحل هب، ندير فلفل عكري. هنا ممكن ديري حارة اذا حبيتي، من الافضل يعني لو كنتو، لانه البلا يجي في حد ذاته حار، مي بون كوم جي مي هذاك لو بيمون ديري حلو. عندي الخليط اللي قلت لك نتاع كمون ولا كوريوند، اسكو جو في هنايا راح نضيفه كمون تاع الكمون موت عليه، وعندي اوريغانو اوكي راح نحطو. وستخيلي ستخيلي هاي كملت، نخلط كلش اوكي، نزيد له شويه ما مديتليش ما بزاف باش تزيد تبع على خاطره، راح نغطي ليها. يا جماعه الخير راه سخونه هذه شويه، نخليها تكتك شويه على خاطرها.